العدو الثاني النفس، نفسك انت اللي في جنبك عدوه لك. ان النفس لاماره بايش؟ بالخير ولا بالسوء؟ بالسوء. والسوء فين يوديك؟ يوديك دار السيئين، يوديك النار. اجل نفسك ما هو امره، لا اماره. معنى اماره صيغه مبالغه، لما تقول فلان لاعب لكن تقول لعاب، فلان اكل تقول اكال، فلان يضرب لكن ضراب، يعني ايش؟ اكثر. ان النفس اماره بالسوء. طيب ماذا اصنع مع نفسي وهي التي بين جنبي؟ اخالفها، احميها. فاما من خاف مقام ربه ويش؟ ونهى النفس عن الهوى. النفس كما يقول ابن القيم مثل الفرس، والإنسان مثل الخيال. الفرس إذا لقيت خيال ماهر تحكم فيها تمشي. ليش؟ لأنها كل ما تبقى تعصعص كذا ولا فوقها رجال ضابطها، اللي جام في يده ويعرف يركب. إذا وجدت الفرس خيال غشيم إيش تسوي به؟ تطيحه وترصع في بطنه وتمشي وتخليه. هذه النفس. إن كانك ضعيف هزيل، تحب الحرام، تحب الزنا، تحب الغنى، تحب الأفلام، تحب المسلسلات، تبغى تدخل في الجوال وتشوف المناظر القذرة والخبيثة وتصك عليك الباب وتستخفي من الناس ولا تستخفي من الله، أنت نفسك أهلكتك. إن كانك رجل كل ما قالت نفسك شيء يقول لا والله ما أغني، والله ما أكل حرام، والله ما أنظر في الحرام، والله ما أتكلم في حرام، والله ما أتأخر عن طاعة، وتجاهد تجاهد تجاهد، إيش تسوي النفس معك بعدين؟ تترك الأمر بالسوء، تستسلم وتصير نفس لوامة. هذه المرتبة الثانية. لوامة يعني تأمرك بالشر وتلوم عليه، خليك تشوف بعدين تقول لك في الليل ليش؟ طيب وانت ملتزم وانت مدين، ليش تشوف الحرام؟ ليش تسمع طرف اغنيه؟ ليش تطالع؟ ليه؟ هذه اسمها لوامه. بعدين برضك في جهاد معها ترتفع الى مرتبه اعلى وهي المطمئنه. اسال الله يجعلني واياكم من اهل هذه النفس. المطمئنه هي التي اطمأنت على طاعه الله، خلاص اصبحت الطاعه بالنسبه لها عمل آلي، ما عاد يجد صعوبة انه يجي يصلي ولا يحط ساعة عند راسه، الساعة في قلبه، شوفه راقد وقبل الفجر ربع ساعة نص ساعة اذا بده جالس، من صحك؟ النفس المطمئنة. اذا شاف امرأة من بعيد يقول كذا بدون استعاذة، ليه؟ ما عاد عنده شيطان، الشيطان حقه قد رماه. اي نعم، يمر عليه مال حرام من يوم يشوف الريال الحرام يرى انه ثعبان يبغى يسلب عليه دينه، لا حرام لا. هذه النفس المطمئنة تعيش على هذا الحياة، ثم تنتهي مدتها ويناديها الله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي، كأنها كانت في رحلة عمل، ارجعي إلى ربك راضية في نفسها مرضية من قبل مولاها وفاطرها. وين أروح؟ ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين.